أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للشخص التبرع بأعضائه بعد الموت؟ لأننا سمعنا في ذلك إجابات مختلفة. لا يجوز للإنسان أنه يتبرع بأعضائه، ولا يجوز لأوليائه أنهم يتبرعون بأعضائه عند الموت، لأن هذا من المثلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. لا يجوز الاعتداء على جسمه ونزع أعضائه، هذا من المثلة. والواجب في جنازة المسلم أنها تغسل وتكفن وتطيب وتكفن ويصلى عليها ويحتفظ بها، ما توزع وتقطع، هذا أمر لا يجوز، هذا من العبث بأجسام المسلمين. المسلم له حرمة، وهو ما يملك نفسه حتى يتبرع، وأولياؤه لا يملكونه حتى يتبرع. التبرع لابد أن يكون من مالك، وهو لا يملك نفسه وأولياؤه لا يملكون. وأيضا هذا فيه كما ذكرنا فيه تشتيت لجنازة المسلم ولجسم المسلم. نعم.